في ظل تطوير إجراءات التوثيق وتحقيق الانسيابية والمرونة في تنفيذ المعاملات، تم استكمال برنامج كاتب العدل الخاص لتسند كل أو بعض مهام كاتب العدل لمحامين وقانونيين ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون. في إطار جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم مؤخرا إسناد بعض مهام كاتب العدل التي حددها القانون إلى القطاع الخاص ليكون هذا القطاع شريكا مباشرا في إجراءات التوثيق. أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمان والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها. 17 قانونيا ومحاميا استقبلهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كانوا ممن اجتازوا برنامج الترخيص لكاتب العدل الخاص في نسخته الأولى. الحمد لله بيتم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالموثق الخاص. تم أداء القسم ل14 موثق باللغتين العربية والإنجليزية الذين سيقومون بأعمالهم ابتداء من اليوم. صدر قرار بعد أدائهم القسم بأن يقوموا بهذه المهمة. هذه الدفعة هي الدفعة الأولى من الموثقين الخاصين التي اجتاز الامتحانات فيها حوالي 17 موثقا، كانوا في هذه الإجراءات التي أخذت على مدار شهرين مثالا لموثق البحريني القادر على أن يقوم بإجراءاته وأن يحصل على ثقة العامة. بنتمنى بإذن الله لهم النجاح والتوفيق، وأن تكون مهمتهم في هذا هي أن تعزيز ثقة المواطن في التوثيق، وكذلك الوصول للمواطنين بتقديم هذه الخدمة في أي مكان فوق إقليم المملكة. اشتمل البرنامج المقرر للترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص باللغتين العربية والإنجليزية على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري. كما أن مملكة البحرين حققت الريادة بتقديم خدمات التوثيق بلغة أخرى إضافة إلى لغة الدولة الرسمية، حيث قدم البرنامج الخاص بترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص من خلال التدريب والتمكين اللازم لمزاولة مهام التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية في سابقة هي على مستوى المنطقة، وبما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية ضمن أهداف ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يحقق نقلة في تعزيز فاعلية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات. القطاع الخاص في القيام بهذه المهمة يؤدي خدمة كبيرة جدا على صعيدين، أولا للأفراد وثانيا للجهات الإدارية. بالنسبة للأفراد طبعا أصبح بالإمكان للأفراد أنهم يبرمون معاملاتهم في خارج أوقات الدوام الحكومي، أصبح بالإمكان إبرامها بعد انقضاء الدوام في أوقات متأخرة من الليل لو قضت الحاجة، أصبح أيضا بالإمكان إبرامها في أيام الإجازات الأسبوعية وفي أيام العطل. التسهيلات اللي صارت بخصوص الشركات وبخصوص الاستثمار الأجنبي وفتح لهم المجال في البحرين، طبعا هاي الشيء واجد نعش الاقتصاد في البحرين، ولكن من جهة رتب ضغوط على بعض الجهات وأهمها كانت إدارة التوثيق. هاي المبادرة راح تخفف الضغط عن إدارة التوثيق، راح حتى تفتح المجال إلى الشخص اللي يرغب في توثيق معاملة ما. نقدر نشتغل من خلال مكاتبنا أو الانتقال إلى خارج مكاتبنا طالما في حدود مملكة البحرين. أنا شخصياً باعتباري محامية قمت بتسجيل 900 وحدة سكنية لمجموعة أبراج، وكان نحتاج يوم محدد لنجمع ملاك بتأسيس اتحاد الملاك وتوثيق عقودهم. أنسب وقت كان لهم باعتبارهم أكثرهم خليجيين وأجانب الحضور للبحرين يوم الجمعة والسبت،
وهذا طبعا صعب لأن الموثق العام لا يستطيع العمل في إجازة رسمية. وأيضا لو إحنا قلنا بننقلهم إذا يوم دوام عادي كان من الصعب نقل مجموعة 900 شخص للتوثيق في مكاتب التوثيق، وإلا بنشيل حركة التعامل في أي هذه الأيام. أنا أعتقد وجود كاتب عدل خاص يعني بيمنع هذه المواقف اللي إحنا نتعرض لها. كفاءات وخبرات بحرينية قانونية كان لها الدور في رفض المنظومة العدلية، فتلك الطاقات جزء لا يتجزأ من مقاطع الصورة النشطة لتمكين الكوادر المتخصصة لإثبات كفاءاتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017. تعديلات أجريت على قانون التوثيق مؤخرا لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ولتعزيز الاستثمار في مملكة البحرين، لنصل اليوم إلى استكمال إجراءات الترخيص لمزاولة الأعمال كاتب العدل الخاص. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.